حققت المؤسسه العامه لجسر الملك فهد ثلاث جوائز في مسابقه تجربه العميل السعوديه منها ذهبيتان وبرونزيه. نعم وذلك على هامش منتدى عالم تجربه العميل حيث حققت الجائزه الذهبيه المركز الاول عن فئه افضل تغيير ثقافي وتحول في تجربه العميل والجائزه الذهبيه المركز الاول عن فئه العملاء في صميم كل شيء. والجائزه البرونزيه المركز الثالث عن فئه افضل قياس في تجربه العميل ياتي حصول المؤسسه على هذه الجوائز نتيجه لتبنيها رؤيه تتمحور حول العميل وتطبيق افضل الممارسات في تقديم خدماتها واتمته عملياتها وحرصها على تحسين رحله العميل عبر جسر الملك فهد